عبر الزوم معي العالم الكبير دكتور فاروق الباز. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك دكتور. أهلا بك. يعني كيف قرأت مشاركة المصريين في هذا الاستحقاق الدستوري؟ والله في الحقيقة أنا كنت منتظرها، لأن أنا عارف المصريين كويس، لأن أنا واحد منهم، وعارف المصريين بيحبوا إيه بالذات، وعارف أن السيد الرئيس بيشتغل إيه إزاي، فأنا كنت منتظر هذا الوضع الممتاز. من الملفات اللي كانت مهمة والسيد الرئيس الحقيقة كان حريص عليها دعم البحث العلمي والاهتمام بالموضوعات العلمية وأيضا زيادة ميزانية البحث العلمي المصري. حضرتك بتشوف أن هذا الملف من الملفات الهامة جدا واللي السيد الرئيس أولاها اهتمام في الفترة السابقة، إيه اللي محتاجينه منه في الفترة القادمة وبتتوقع من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يفتحه في الفترة القادمة؟ يعني السيد الرئيس عنده مجلس العلماء وبيتكلم معانا كثير، وهو عارف القصة بتاعتنا، وإحنا زعلانين في حاجتين في مصر: التعليم استاء في مصر عن أيام زمان، والبحث العلمي ما بيعملش اللي كان المفروض اللي يعمله. احنا عارفين امكانياتنا في مصر ايه، احنا عارفين العقل المصري، الطفل المصري، البنت المصريه شاطرين جدا، ممكن يعني يبقوا احسن من اي حد كان في اي حته في العالم. فاحنا عارفين ان لو كان التعليم كويس هيبقى اخراج التعليم بتاعنا هيبقى احسن، ولو كان عندنا دعم للبحث العلمي لما يجب هيبقى عندنا احسن بحث علمي في المنطقه بتاعتنا باكملها. حضرتك بتشوف انه ملف التعليم يعني محتاج لاهتمام اكتر، ولا ما حدث من تطوير لهذا الملف الى جانب استحداث بعض الكليات والتخصصات اللي ما كانتش موجوده قبل كده، الى جانب ايضا الاهتمام بالمشروعات القوميه المعتمده على ابحاث علميه كتحليه الميه والطاقه الكهربائيه من خلال بنبان ومحطات الرياح وتحليه الميه مره اخرى؟ فيعني حضرتك بتشوف ان الملف ده كان مفتوح بالشكل الامثل، ولا محتاج ايضا لرؤيه اوسع ومزيد من الدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ برافو عليك يا دكتوره. وفي الحقيقه انت حطيتي ايدك على النقطه المهمه جدا، وهي ان التعليم بيتغير على الدوام نتيجه لتغيير العلم والمعرفه. احنا العلم والمعرفه بتزداد على الدوام، والحاجات النهارده بتزداد بسرعه اكبر عشان التكنولوجيا بتعمل لنا حاجات كتير. فاحنا العلم والمعرفه لازم يواكب التغيرات المجتمعيه، شاملا ذلك على التغيرات في التكنولوجيا. فاحنا يعني عارفين ان ده هيحصل، فلازم ان احنا المجتمع بتاعنا يبقى مستعد لها، ولازم المجتمع عشان المجتمع يبقى مستعد لها لازم المجتمع يبقى فيه تعليم متميز ومتغير ومدعوم على الدوام. كل التحية والتقدير عالمنا المصري الجليل دكتور فاروق الباز، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، وتحياتنا لحضرتك مرة أخرى.